السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 27 من سلسلة حلقات سي فويس فيرجن 8 642 437. معاكم المهندس محمد سعيد عفيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة إن شاء الله الحلقة بعنوان جيت كيبر، هنتكلم فيها عن جيت كيبر اوفر فيو والمسؤوليات الخاصه بالجيت كيبر والاندرستاندنج جيت كيبر سيجنالينج وازاي نقدر نعمل كونفيجريشن لل H323 جيت كيبر والاوامر اللي بنستخدمها لعمليه الفيريفيكيشن والترابل شوتنج. هنتكلم ان شاء الله بقى النهارده عن اول حاجه الجيت كيبر اوفر فيو. اتكلمنا في حلقه ال H323 ان من احد مكونات ال H323 نتورك هو كان الجيت كيبر، وقلنا بنستخدمه علشان في النتورك الكبيرة بيبقى عندي اكتر من CSM سيرفرز وفي عندي جيت ويز، كل واحدة فيهم بحط لها داير انفورميشن بتاعتها وبعمل لها كونفيجريشن كتير عشان تقدر توصل للديستنيشن بتاعتها، وطبعا ده كان بيبقى هيد كبير عليك وبيبقى الموضوع صعب. فلجأنا في بيجي دور هنا الجيت كيبر، ده بيبقى عبارة عن ده السورس الوحيد عندنا في الشبكة اللي بيبقى عنده كل الدايل انفورميشن. كل الـ CSM سيرفرز او الجيت ويز بتعمل ريجستريشن معاه، وبعد كده لما بتعوز توصل للديستنيشن بتاعتها فبتروح الاول للجيت كيبر، الجيت كيبر بيديها الاذن ويعرفها ازاي تقدر توصل للديستنيشن بتاعتها. بس لازم كل الديفايسز ديت بتعمل ريجستريشن مع الجيت كيبر. عشان يحصل اتصال ما بين الـ CSM والجيت كيبر او الجيت واي والجيت كيبر بيستخدم الـ RAS بروتوكول اللي هو بيسموه الراس بروتوكول. ايه الراس بروتوكول ده يا باشمهندس؟ لو نرجع بقى للحلقه بتاعه الـ H323 بروتوكول، كنا قلنا ان الـ H323 بيتكون من سب بروتوكولز، كان بيتكون من الـ H225 كول سيت اب اللي كان عشان الكول سيت اب والتير داون، وكنا قلنا الـ H225 كول راوتنج ده اللي هو بنستخدم اللي هو الراس يعني الـ RAS اللي هي ريجستريشن ادمنستريشن ستيتس، وانا ده بنستخدمه بما بين الجيت واي او الاند بوينت مع مين؟ مع الجيت كيبر. وبرده قلنا من السب بروتوكولز المهمه الـ H245 اللي هو في عمليه النيجوشيشن. فاذا اللي هو الراس بروتوكول هو جزء من الـ H225 اللي هو جزء منين؟ من الـ H323 بروتوكول. ده الجيت كيبر بيستخدمه عشان يقدر يتواصل مع مين؟ مع الجيت واي او الاند بوينت. الجيت كيبر ليه مسؤوليات اساسيه وفي مسؤوليات اختياريه. من اول مسؤوليه بالنسبه له هي الزون مانجمنت. الجيت كيبر بيبدا يقسم لي الشبكه عندي لما بتكون كبيره الى زونز، مناطق، ليه؟ عشان بسهوله عمل المانجمنت ليها. كل زون ممكن يكون فيها اكتر من جيت واي، ممكن يكون فيها ام سي يو اللي هي المالتي بوينت كنترول يونت. كل الاجهزه بقى اللي داخل الزون ديت بتكون عامله ريجستريشن مع الجيت كيبر، وبالتالي هو بيكون مفروض عليه ان هو بيديها كل المعلومات عشان تقدر توصل للديستنيشن اللي عايزاه. تاني حاجه ادريس ترانسليشن. خلاص قلنا كل الاجهزه عملت عمليه تسجيل مع الجيت كيبر، فهي اي اند بوينت او جيت واي الحاجات دي كلها ما بتيجي تعمل ريجستريشن فبتقول رقمها واسمها والاي بي ادرس بتاعها. فالجيت كيبر بيبقى عنده داتا بيس كبيره، فاي حد بيجي يطلب منه رقم تليفون فهو اوتوماتيك بيبقى عنده خلاص زي تيبل كده بكل رقم والاي بي ادرس، فبيقدر يوصل الرقم اللي انت عايزه ده بيوصلك ليه، يقول لك النكست هوب انت تقدر توصل له عن طريق الايه؟ الجيت واي الفلانيه، يقدر يوصلك. الرقم اللي انت بعته له ده ممكن يكون في شكل رقم نمبر او يكون في شكل ايميل ادرس، هو بيبقى ليه القدره ان هو يقدر عمليه ترانسليشن بحيث يترجم انت قصدك ايه انهي رقم فيهم، ويقدر يحولك يعرفك يرد عليك يقول لك انت هتقدر توصل للرقم ده او الايميل ادرس ده عن طريق النكست هوب الفلانية، فهو بيقدر يوصله. تالت مهمة ليه برضو اللي هي الكول ادميشن كنترول اللي هي CAC، ان هو الجيت كيبر بيقدر يتحكم لي في سماحية الدخول الاند بوينت للشبكة. بيستخدم في الموضوع ده الـ RAS message اللي هي الراس مسج عشان يحقق موضوع الايه؟ السماحية الدخول ديت، وهنتكلم عنها الراس مسج بيستخدمها ازاي. رابع حاجة الباندويتس كنترول. الجيت كيبر بيقدر يعمل مانجمنت برضه للاند بوينت باندويتس ريكويرمنت، للباندويتس اللي بيحتاجها الاند بوينت، لان كل اند بوينت يا جماعه بيستخدم كودك مختلف، فاحيانا بيحتاج مثلا عايز يزود الباندويتس بتاعته او يقلل الباندويتس بتاعته، فبرضه الاند بوينت
بتستخدم مع الجيت كيبر عشان الموضوع ده، بتستخدم اللي هي الار اي اس مسج، وحسب بقى ما الجيت كيبر هنتكلم ان هو هيوافق ان هو يزود الباندويتس او يرفض الموضوع ده. ديت المهام الاساسيه للجيت كيبر. في حاجات اختياريه مثلا زي الكول اوثرايزيشن، ديت ان هو بيقدر يعمل قيود على الدخول، ان انت تقدر تخش على مثلا الاند بوينت او الجيت واي او الزون. معتمد مثلا يقول لك ايه، في فتره معينه من اليوم ممنوع حد يخش على الحاجات دي. في ممكن برضو تاني حاجة الكول مانجمنت، لو انت عندك تليفون شغال معاه مكالمة دلوقتي، هو يقدر لو جاله مكالمة تانية في نفس الوقت ان هو يعمل لها يديها بيزي سيجنال، يقول له ده التليفون ده مشغول، او يعمل لها ريدايركت يحولها على مكان تاني. تالت مهمة ليه اختيارية برضو اللي هي الباندويث مانجمنت، ان الجيت كيبر يقدر يرفض مكالمة او يسمح لمكالمة حسب الباندويث عنده، هل هو كافي لاتمام المكالمة ولا لا. هنتكلم بعد كده على understanding gatekeeper signaling. قلنا الgatekeeper يا جماعة بيتواصل، بيقدر يتواصل مع مين؟ مع الend point ومع الvoice gateway ال H323 voice gateway باستخدام signaling. signaling دي اللي هي ال RAS، وطبعا بيستخدم عشان signaling دي تتنقل بيستخدم ال UDP. الاتصال بقى ما بين الاثنين gateway عادي خالص بقى، اللي هو قلنا ال H225 وال H245، ودول بيستخدموا التي سي بي، وفي الار تي بي ستريم بس ديت بتستخدم اليو دي بي. اليو دي بي بورت اللي هي من الرينج بتاعها من 16384 لغايه 32767. الراس بروتوكول بقى اللي بيستخدم ما بين الجيت كيبر وما بين الجيت واي او الاند بوينت، ده في منه انواع كتيره. اول حاجه هنتكلم عنها الجيت كيبر ديسكفري، عشان تقدر تكتشف مكان الجيت كيبر فعند الجيت واي والاند بوينت بيبعتوا للجيت كيبر حاجه اسمها جيت كيبر ريكويست اللي هي جي ار كيو، والجيت كيبر بيرد عليهم بكونفيرميشن، الجيت كيبر كونفيرميشن اللي هي جي سي اف. طب في طريقتين، في طريقه اللي هو لو انت عامل عندك في الكونفيجريشن مع كاتب الاي بي ادرس بتاع الجيت كيبر، فهنلاقي ان الجيت واي او الاند بوينت بيبعت الجي ار كيو اللي هي الجيت كيبر ريكويست بيبعتها يونيكاست على اليو دي بي بورت اللي هو رقمه 1718. طب لو مش عارف وانت مش عامل الكونفيجريشن ديت، فهو بيبعتها مالتي كاست، بيبعتها على اليو دي بي ادرس اللي هو 224.0.1.41، وينتظر الايه الكونفيرميشن بتاعه الجيت كيبر. ثاني حاجه من انواع الراس مسج اللي هي التيرمينال اند جيت واي ريجستريشن، عندي الجيت واي او الاند بوينت عشان يسجل مع الجيت كيبر بيبعت له الار ار كيو اللي هي ريجستريشن ريكويست، وينتظر رد برضو الجيت كيبر، يا اما موافق بيديله اللي هي ار سي اف يبقى بالكونفيرميشن، او الريجكت اللي هي الار ار جي. طيب هل بعد ما عمل خلاص بعت له الكونفيرميشن اللي هي الار سي اف، الجيت كيبر بعت للجيت واي او الاند بوينت الار سي اف ان هو خلاص هو كده تسجلت معايا، هل موضوع التسجيل كده انتهى؟ قال لك لا، ده الجيت واي اللي هي الاتش 323 جيت واي الفيرجن 1 كان كل 30 ثانيه بيعيد التسجيل تاني عشان يقول له انا موجود. بس طبعا هو كل ما بيجي يعمل تسجيل بيبعت له الايه الار ار كيو اللي هي ريجستريشن ريكويست، وبيبعت كل الانفورميشن مسج اللي عنده. طبعا ده بيكون بيستهلك باندويتس كبير، بيعمل هيدك على الجيت كيبر، فقال لك لا، في استعوضوا بقى في الموضوع ده في الجيت واي للفيرجن 2، قالك في حاجه اسمها لايت ويت ريجستريشن، وانت بتبعت الار ار كيو كل 30 ثانيه عشان تقول ان انت موجود، ابعت لي البيزك انفورميشن، الانفورميشن اللي هي الاساسيه بس، ما انت خلاص ما تسجلت عندي مره تانية قبل كده، انت بس كل 30 ثانيه ابعت لي البيزك انفورميشن، ده هيستهلك لي باند ويتس قليل ومش هيكون هامل، مش هيعمل لي هيدك على الجيت كيبر. وبرضه وانت بتبعت ال RRQ ابعت معاه حاجه اسمها TTL، TTL اللي هي تايم تو ليف، دي بيبقى ليها قيمه كده طبعا بتقل، المفروض قبل ما القيمه دي توصل للصفر المفروض حضرتك جاي بعت ايه ريكويست ريجستريشن ريكويست تاني اللي هي ال RRQ تاني عشان تقول له انا موجود. طبعا لو التايم ده عدى وانت حضرتك ما بعتش الريكويست يبقى انت كده فصلت ايه عن الجيت كيبر. طيب بعد كده التيرمينال اند جيت واي ان ريجستريشن، احيانا يا اما الجيت كيبر او الجيت واي عايز يعمل كنسل للعمليه الايه التسجيل اللي حصلت دي، فاي واحد منهم ممكن يبعت للتاني اللي هي اليو ار كيو اللي هي ان ريجستريشن ريكويست، والتاني بيرد عليه بالكونفيرميشن اللي هي اليو سي اف اللي هي ان ريجستريشن كونفيرميشن. رابع حاجه من انواع الراس مسج اللي هي ريسورس افيلابيلتي، عند الجيت واي بيقوم جاي باعت مسج للجيت كيبر اسمها ار اي اي اللي هي ريسورس افيلابيلتي انديكيتور، بيقول له يا جيت كيبر
اخلي بالك انا عندي دلوقتي مثلا عدد 5 مكالمات دلوقتي عندي شغالين، وباقي عندي في الريسورس اللي عندي كذا، في سماحيه بكذا، خلي بالك عشان لما تيجي تبعت لي بعد كده اي مكالمات تبقى انت عامل حساباتك. فبيرد عليه الجيت كيبر، بيرد بقى على الجيت واي بحاجه اسمها ار اي سي اللي هي ريسورس افيلابيلتي كونفيرميشن، بيقول له تمام انا فهمت موقفك ايه، عشان اي مكالمه هتيجي تاني واجي احولها لك هبقى واخد بالي انت ايه المتاح بالنسبه لك. بعد كده برضو في مسج اللي اسمها باندويتس، قلنا الاند بوينت عايز يبعت للجيت كيبر ويطلب مثلا، هو طبعا بيستخدم كودك مختلفة، في كل اند بوينت بيستخدم كودك مختلف، فطبعا على حسب الكودك هيبقى محتاج مثلا باندويتس اما يزوده شويه او يقلله شويه، فبيقوم جاي باعت للجيت كيبر اسمها بي ار كيو اللي هي باندويتس ريكويست. لو الجيت كيبر هيدي له سماحيه بالموضوع ده هيزود الباندويتس مثلا بيبعت له كونفيرميشن اللي هي بي سي اف، لو رافض بيبعت له بي ار جي اللي هي باندويتس ريجكت. طيب هنفوت اللوكيشن، هنتكلم عن الكول ادميشن، ان هي بقى لو في اند بوينت عايز يعمل مكالمه فبيبعت للجيت كيبر حاجه اسمها ادميشن ريكوست اللي هي الاي ار كيو. لو الجيت كيبر موافق على اتمام المكالمه ديت، يعني المكالمه ديت في باندويتس متاح، في سماحيه بالمكالمه، التليفون ده نفسه عامل معاه ريجستريشن، هيبعت له اللي هي الايه ادميشن كونفيرميشن اللي هي الاي سي اف. طب لو مثلا لو عكس بقى الكلام، لو التليفون مش مسجل، لو التليفون ما فيه ملوش سماحيه، ما عملش ماتش، ما فيش باندويتس متاح للمكالمه، فيبعت له الايه ادميشن ايه ريجكت. طب ايه يا باشمهندس بقى اللي انت ايه سبتها لنا ديت اللوكيشن بقى؟ لو انا عندي بقى من الرسمه الموضحه قدامنا ديت كده عندي تليفون رقمه 47 وعندي تليفون 48، ده متوصل بجيت واي واحد داخل زون واحد وكلهم متوصلين بالجيت كيبر واحد، وعندي الناحيه الثانيه اللي هو الاربع تمانيات بتوصل بجيت واي 2 داخل زون 2 متوصلين بالجيت كيبر 2. فزي ما احنا ملاحظين كده ان الجيت كيبر واحد اكيد عارف كل المعلومات عن الحاجات اللي عنده في زون واحد، وجيت كيبر 2 عارف كل المعلومات عن كل الاجهزه المتوصله وعامله ريجستريشن معاهم في زون 2. جه 47 عايز يتصل باربع تمانيات، فهيروح للجيت واي، الجيت واي هيقوم جاي باعت هيبعت الاي ار كيو اللي هي الادميشن ريكوست للجيت كيبر، بس الجيت كيبر واحد ما عرفش اي معلومات عن الاربع تمانيات لان هي مش تبع الزون اللي هو الزونز اللي تبعه ده، هي تبع الجيت كيبر 2، فهيقوم جاي باعت للجيت كيبر اللي جنبه بيبعت له اسم حاجه اسمها ايه ال ار كيو اللي هي اللوكيشن ريكوست، يقول له هو انت اربع تمانيات ده عندك؟ فالجيت كيبر هيبص عنده هيلاقي اه ده اربع تليفون اللي عنده اربع تمانيات ده ليه اي بي ادرس اقدر اوصل له عن طريق الجيت واي 2، عنده المعلومات دي وفي سماحيه والباندويتس متاح لاتمام المكالمه مفيش مشاكل، اه هيقوم جاي باعت كونفيرميشن اللي هي ال سي اف لوكيشن كونفيرميشن، اه انا موافق مفيش مشاكل، والعنوان وتقدر توصل لها بالاي بي ادرس ويدي له النكست هوب ويدي له كل المعلومات. يقوم جاي الجيت كيبر واحد يبعت، هو كان الاول ما بعت له اي ار كيو اللي هي ادميشن ريكوست، يقوم جاي باعت ادميشن كونفيرميشن ويقول له يا اربع سبعات انت ممكن تتم تعمل المكالمه ديت والنكست هوب عشان توصل للاربع تمانات الاي بي الفلاني. طب ده في حاله لو كان عندك جيت كيبر واحد بس فهو بعت له لوكيشن ريكوست. طب لو في عندي اكتر من جيت كيبر زي في الرسمه دي، زي ما احنا شايفين اهوت كده، ادي عندي الجيت كيبر واحد وادي في عندي اكتر من جيت كيبر، التليفون ده عايز يتصل بالتليفون ده وده تابع لزون سي، وزون سي ده متوصل بس بالجيت كيبر رقم 4، بس طبعا جيت كيبر واحد ما يعرفش، فهو بيبدا يبعت اللي هي اللوكيشن ريكوست بطريقتين، يا اما طريقه اسمها سيكوينشال يا بالتتالي، يعني يبعت للاولاني وينتظر الرد، يبعت للتاني وينتظر الرد، يبعت للتالت وينتظر الرد. فهو بيبعت الاولاني اللي هو اللوكيشن ريكوست، التاني طبعا ما يعرفش حاجه عن التليفون اللي هو هنا ده، فيقوم جاي يبعت له ريجكت، يبعت للتاني ويقوم جاي التاني برضه ما يعرفش حاجه عنه يبعت له ريجكت، بعت للتالت اللي جيت كيبر 4 بيقوم جاي يبعت له لوكيشن كونفيرميشن يقول له اه ده انا اقدر اوصل له وتمشي عادي. يبقى دي الطريقه اسمها ايه سيكوينشال. في طريقه ثانيه اللي هي طريقه ايه بلاست ديت اللي هو بيبعتهم على التوازي، يعني بيبعت اللوكيشن ريكوست لكلهم في نفس الوقت وينتظر الرد بقى، فبيلاقي ان هو الجيت كيبر بقى هو اللي بعت له الكونفيرميشن والباقي كله بعت له ريجكت. خلي بالك، طب لو كل الجيت كيبر بعتوا له موافقين بيبدا بقى عمليه التفاضل، بيبدا يختار على حسب يا اما الكوست يا اما البريورتي، وخلي بالك انا ممكن اقدر اغير في القيم بتاعتهم بالكونفيجريشن لان الكوست والبريورتي الرينج بتاعهم بيبقى من 1 ل 100 وعامه باي ديفولت بيكونوا القيمه بتاعتهم 50، انا ممكن اغير في القيمه دي.
وزي ما احنا شايفين دي طريقة الكونفيجريشن بتاعتها، بتقول طبعا كونفيجريشن تيرمينال جيت كيبر، بعدين بتقول الزون لوكال بتاعي اللي هو الجيت كيبر واحد، وبتحط حاجة اسمها هنقولها بعد كده في الكونفيجريشن اسمها دومين نيم، وبعد كده بتحدد بقى الجيت كيبرز اللي هي مش عندك، ده في جزء تاني من الشبكة اللي هي زون ريموت، جيت كيبر 2 وجيت كيبر 3 وجيت كيبر 4، وبتعمل حاجة اسمها زون بريفكس، وبتحدد اذا كان الموضوع عندي اللي هو بلاست ولا سيكوينشال. هي السيكوينشال هي نفسها البلاست، بس الفرق ما بينهم انت بتحط هنا اما سيكوينشال يا اما ايه تحط بلاست. هنتكلم بعد كده ازاي نعمل كونفيجريشن ال H323 جيت كيبر. زي ما احنا شايفين في الرسمه كده، عندي في جيت كيبر واحد، الاي بي بتاعه 10.99.99.1، الدومين نيم بتاعته example.com، في تابع ليه اتنين زون، في زون اسمه بوستون وفي زون اسمه ميامي. الاي بي بتاع بوسطن الجيت واي ده 192.168.1.3، الرينج الارقام بتاعي بيبقى 3xxx يعني من 3000 لغايه 3999. في ميامي الرينج الارقام عنده بتاعت الاكستنشن نمبر من 4000 ل 4999. الجيت كيبر الثاني بيبقى عندي الاي بي بتاعه 10.5.5.1، بيعمل كنترول على زون اسمه اللي ايه الاكستنشن نمبر داخل الزون ده اللي من 5000 ل 5999. بعمل كونفيجريشن الاول على الجيت كيبر، وبعد كده بعمل كونفيجريشن تانية على الجيت واي نفسه. في اربع خطوات بنعملهم على الجيت كيبر. اول خطوه بنعمل كونفيجريشن لللوكال زون، اللي هي الزونز اللي بتبقى تابعه او تخضع او الجيت كيبر بيعمل عليها كنترول. فانا عندي في زون اسمه بوستون وفي زون اسمه ميامي، دول تابعين للجيت كيبر وجيت كيبر واحد. فبنقول كونفيجر تيرمينال جيت كيبر زون لوكال، ونحط اسم الزون، عندي اسمه زون اسمه بوستون، ونحط الدومين نيم الخاص بالجيت كيبر والاي بي بتاع الجيت كيبر. بنحط الدومين نيم يا جماعه عشان لو ممكن نستخدمه كبديل للاي بي ادرس بتاع الجيت كيبر. حتى خلي بالك لو ما فيش دومين نيم سيرفيس اصلا عندي، لازم احط الامر ده، لازم احط الدومين نيم برضو. وبعمل برضو للزون الثاني زون لوكال ميامي اللي هو اسم الزون الثاني، واحط برضو الدومين نيم بتاع الجيت كيبر، واقول نو شت داون عشان اعمل اكتيفيت الجيت كيبر. طب في زون تانية كانت الناحية التانية اللي هي الريموت، اللي هو الزون اللي هي اللي هي بتخضع لجيت كيبر تاني، الجيت كيبر التاني هو اللي بيعمل على الكنترول مش الجيت كيبر اللي انا شغال عليه، بس برضو لازم اعرفها عشان بعد كده لما الجيت كيبر واحد وجيت كيبر اتنين عايزين يتكلموا بعض باستخدام اللي هو اللوكيشن ريكوست اللي هي ال LRQ، لازم اكون عامل عندي اسم الزون اللي هو الايه التاني اللي هو LA. فبقول configure terminal جيت كيبر زون ريموت، واقول اسم الايه اسم الزون اللي هو الايه اللي في الناحيه الثانيه، واقول الدومين نيم الخاص بقى بمين بالجيت كيبر اللي هو الثاني اللي هو جيت كيبر 2، واحط الاي بي بتاع الجيت كيبر 2. ثالث خطوه بعمل كونفيجر للزون بريفكس. زي ما احنا شفنا ان كل زون بيبقى ليه في الرينج للاكستنشن نمبر عنده، فانا عندي مثلا بوستون كان في رينج الارقام اللي هو 3 دوت دوت دوت، ميامي كان 4 دوت دوت دوت. فببدا اعرف الكلام ده عندي على الجيت كيبر، بحيث اما يجي برضه يجي له اي نمره عايز يحولها يبقى عارف وهيوديها على اني ايه زون. فبقول كونفيجر تيرمينال جيت كيبر زون بريفكس، واقول اسم الزون واقول ايه اللي هو الزون بريفكس بتاعه، لو مثلا 3 دوت دوت ده كان في زون بتاع ميامي بتاع بوسطن، لو ميامي يبقى 4 دوت دوت دوت. لو انا عندي مثلا مثال لو انا عندي في زون اسمه اتلانتا وعندي فيه 2 جيت واي، بحس ان هم ريدندنت لبعض، طب الجيت كيبر ما هيجي يبعت المكالمه؟ خلي بالك ممكن يكون الاكستنشن نمبر هنا مثلا في المثال عندي 5 دوت دوت دوت، لو الجيت كيبر عايز يبعت بقى لاي نمره هيبعت لاني جيت واي فيهم في الزون ده، جيت اللي هو اتلانتا جيت واي 1 ولا اتلانتا جيت واي 2. فبعمل حاجه اسمها بريوريتي بقى، البريوريتي ده الرينج بتاعها من 0 ل 10. فانا بعمل ايه؟ بقول كونفيجر تيرمينال جيت كيبر زون بريفكس اتلانتا، ده اسم الزون وادي الزون بريفكس بتاعتها اللي هو 5 دوت دوت دوت، واقول جيت واي بريوريتي، واحط بقى قيمه للجيت واي اللي انا عايزه يبقى ليه اولويه اولى. فانا مثلا الجيت واي الاولاني هدي له اولويه 10، يبقى ده اول حاجه الجيت كيبر هو اللي هيبعتها له، وده اسم عايز ده اسم الجيت واي اللي هو اتلانتا جيت واي 1، واقول زون بريفكس اتلانتا ده اسم الزون عامه، واقول برده 5 دوت 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 جيت واي بريوريتي واديها 5، يبقى ده واخد اولويه ايه الثانيه، واقول اسم الايه الجيت واي. فالمكالمه الاول هتيجي لجيت واي 1، ملوقع ولا حاجه هتروح للايه لجيت واي 2. رابع خطوه بقى بعملها على الجيت كيبر حاجه اسمها تكنولوجي بريفكس. خلي بالك احنا ما بنستخدمش الموضوع ده كتير، باي ديفولت هو بيكون ديسيبل عندي، بس لو انا عايز اعرفه على الجيت كيبر هقول لكم بيتعرف ازاي. اولا هو التكنولوجي بريفكس يا جماعه
بنستخدمه علشان بيقسم للجيت ويز اللي عندي في الشبكه لجروب على حسب مثلا التايب. يعني مثلا الجيت ويز ديت خاصه بالفويس، الجيت واي دي خاصه بالفيديو، فممكن اقول الفويس جيت واي لما بيجي يسجل مع الجيت كيبر هدي الفويس جيت ويز عامه بريفكس نفترض مثلا 99 شباك، الجيت ويز الخاصه بالفويس ميل هديها مثلا بريفكس 2 شباك. خلي بالك ان ممكن اكتر من جيت واي يسجل مع الجيت كيبر بنفس الجيت واي تايب بريفكس، ولو حصل كده هنلاقي ان الجيت كيبر بيختار ما بينهم عشوائي. المتصل مثلا لو عارف نوع الديفايس اللي عايز يوصل له وعارف ان هو مثلا هيتصل بالرقم اللي هو هيتصل بيه مثلا 2 5 6 7 11 8 مثلا، هو عارف ان هو هيتطرف التاني او الديفايس اللي عايز يوصل لها دي مرتبطه بجيت واي، الجيت واي ده فويس جيت واي، يعني احنا قلنا بيبقى ليها بريفكس 99 شباك. فهو ممكن المتصل يوم جاي طالب 99 شباك ويوم جاي متصل بالرقم بتاعه ده لسهوله ان هو يوصل للجيت واي اللي هو عايزه. اول ما الرقم ده يوصل للجيت واي بيقوم جاي عامل ستريب لل 99 شباك ويقوم جاي عامل فورورد للرقم ده يوصل للايه للاند بوينت اللي هو عايزه. بنعمل الكونفيجريشن دي ازاي؟ بنقول كونفيجر تيرمينال الجيت كيبر، وبعد كده ببدا اعمل بعرف الجيت كيبر بقول والله في نوعين عندك من التكنولوجي بريفكس، في عندي اللي هو 99 شباك وفي الواحد شباك. الواحد شباك زي ما احنا بعديه على طول في حاجه اسمها ديفولت تكنولوجي. ايه الديفولت تكنولوجي ده؟ دايما لو الجيت كيبر جه يعمل خلاص بعد ما بيجي لي الرقم المطلوب بيعمل بروسيس عنده ويشوف الرقم ده المفروض الديستنيشن ديت يوصل لها ازاي وجاي باعت لك. طب في حاله لو هو مش عارف يوصل للديستنيشن دي هيعمل ايه؟ فهو بيبقى محدد عنده جيت واي كده، ده زي ده الديفولت جيت واي، اي حاجه هو مش عارفها يوم جاي باعت المكالمه عليه، والجيت واي ده بقى يتصرف بقى يوصل للديستنيشن زي هو ملوش ما يعرفش. المهم هو ايه بيبعت المكالمه للايه للديفولت جيت واي ده. فهو الديفولت جيت واي ده هو هيبقى انا بقول له خلي بالك هيبقى ليه بريفكس واحد شباك، والجيت واي اللي هي الفويس جيت واي هنديها بريفكس 99 شباك. واقول له وممكن اعرفه كمان ان الجيت واي ده هيكون الاي بي ادرس بتاعه 192.168.3. يبقى انا في الخطوه دي يا جماعه باختصار انا بعرف الجيت كيبر بقول له انت عندك في نوعين من التكنولوجي بريفكس، وفي بريفكس 99 شباك ده هيبقى خاص بالفويس جيت واي، وبقول له والله في برضه نوع تاني اسمه بريفكس اللي هيبقى برضه البريفكس بتاعه واحد شباك ده خاص بالديفولت جيت واي. يعني انت اي حاجه ما انتش عارف توصل لها ابعتها على الايه على الجيت واي ده. بعد كده بقى في الخطوات اللي بعملها على الجيت واي نفسه بقى عشان بعد كده نبدا نربط ما بين الجيت واي وما بين الجيت كيبر. من الرسمه كده هنلاقي ان في زون اسمه بوستون، كان الجيت واي بتاعنا اسمه بوستون، فباجي على الجيت واي اللي هو اسمه بوستون طبعا بقول كونفيجر تيرمينال بعد كده انترفيس سيريال 0 على 0. كان في ده الانترفيس اللي موجود على الجيت واي عندي اللي هيربط بعد كده مع الايه مع الجيت كيبر، وكان ليه الاي بي بتاعه 192.168.1.3. بعد كده بقول ال 320 جيت واي فويب انترفيس، ده بحدد ان الانترفيس ده اللي هو السيريال 0 على 0 هو ده ال اتش 323 جيت واي انترفيس. بعد كده بقول له اتش 323 جيت واي فويب بايند سورس ادرس 192.168.1.3، ده بحدد الاي بي اللي هستخدمه لل اتش 323 كوميونيكيشن. بعد كده بقول اتش 323 جيت واي فويب اي دي بوستون، ده اسم الزون، واقول الاي بي ادرس بتاع الجيت كيبر. وبعد كده بقول اتش 323 جيت واي فويب اتش 323 اي دي بوستون، ده الاسم بتاع الجيت واي عشان لما يجي يعمل ريجستريشن مع الجيت كيبر. بعد كده بقول اتش 323 جيت واي فويب تكنولوجي بريفكس 99 شباك وفي واحد شباك. ده كده انا بقول ان الفويس جيت واي اللي عندي اللي اسمه بوستون لما يجي يسجل مع الجيت كيبر هيقول له انا مشترك في مشترك في التكنولوجي بريفكس تايب اللي هي 99 شباك اللي هي خاصه بالفويس جيت واي، والواحد شباك يعني بقول له انا الديفولت جيت واي، يعني اي حاجه ما انتش عارفها ابعتها عليا وانا هتصرف هوصلها للديستنيشن بتاعتها. بعد كده بعمل دايل بير، بقول كونفيجر تيرمينال دايل بير فويس واديها تاج مثلا 1000 فويب ديستنيشن باترن 3 دوت دوت دوت، واحط التكنولوجي بريفكس اللي هي واحد شباك و99 شباك ديت اللي هي قلنا التكنولوجي بريفكس اللي هنستخدمها مع الدايل بير. بقول له سيشن تارجت راس، بقول ان في الامر ده ان الراس بروتوكول ده اللي هستخدمه عشان اقدر اوصل للاي بي ادرس بتاع الايه بتاع التارجت او الديستنيشن بتاعتي. زي ما احنا عارفين ان الراوتر بيجي يطلب الانفورميشن من الجيت كيبر باستخدام الايه الراس مسج، الجيت كيبر بيحدد بقى ازاي يوصل للديستنيشن ويقوم جاي رادد عليه برده يقول له جيت واي انت هتقدر توصل للديستنيشن عن طريق الايه انك ستوب الفلانيه. فانا بستخدم البروتوكول بعرفه انا هستخدم البروتوكول اسمه ايه راس. عايز اخلي بقى السيرفيس دي تكون انيبل،
فبقول جيت واي نو شت داون. طب ازاي بقى اقدر اعمل كونفيجريشن للكول ادمشن كنترول على الجيت كيبر؟ قلنا بعد ما الشبكه تكون عندي كبيره بنقسمها لزون عشان سونت اللي تقدر تعملها مانجمنت. ممكن برضو تعمل كنترول على الباندويث المكالمات داخل كل زون او ما بين زون وزون. فالجيت كيبر بيقدر يعمل كنترول اللي هو الكول ادمشن كنترول ما بينه وما بين الفويس كومبوننت زي مثلا الفويس جيت واي او سي سي ام او سي سي ام بزنس اديشن او الكول مانجر اكسبريس. طب انا بقدر احسب الزون باندويث ازاي؟ اللي هو الباندويث داخل الزون ازاي؟ الماكسيمم باندويث ازاي؟ بقول والله نمبر اوف كارنت كول هو المكالمات اللي شغاله في الكوتك بيلود باندويث في 2. يعني ايه؟ يعني بقول لك مثلا لو الزون عندي زون ايه، الزون ايه ده في شغال دلوقتي فيه 3 مكالمات وكل مكالمه بتستخدم الكودك جي 711 اللي هو قلنا 64 كيلو بت بير سكند في 2 يبقى 3 في 64 اللي هي 3 مكالمات في 64 كيلو بت بير سكند اللي هو لو احنا بستخدم الكودك اللي هو جي 711 في 2 بيديني كام؟ 384 كيلو بت بير سكند. يبقى ده الباندويث داخل الزون دلوقتي. طب عايز اعمل اتحكم في الموضوع ده ازاي؟ بقول باجي على الجيت كيبر اقول له كونفيجر تيرمينال جيت كيبر وبعد كده اقول باندويث. لو انت عملت كويتشن مارك هتلاقي في كذا اختيار، في عندي في انتر زون، في سيشن، في توتال، كذا اختيار. فلو اخترت انتر زون اللي هو اول اختيار عندي والباندويث انتر زون ده، يبقى انا كده هحدد الماكسيم باندويث للترافيك من زون لزون، يعني مثلا من زون A لزون B. بس لو جت بعدها كلمه ديفولت يبقى اي اتنين زون مع بعض، انا كده الانتر زون اللي هو الماكسيم باندويث للترافيك من زون لزون، اي اتنين زون مع بعض الماكسيم ترافيك ما بينهم هيكون 512 كيلو بت بير سكند. تاني امر اقول ممكن باندويث سيشن، سيشن ده يا جماعه اللي هو الماكسيم باندويث للسنجل سيشن داخل الزون الواحد، فممكن اعمله برضه الماكسيم باندويث للسنجل سيشن داخل اي زون او احدد الزون بعينه. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول الزون زون ايه ده اسم الزون بقى، زون ايه ده اللي هو ده هو اللي عندي، اقول والله الماكسيمم باندويث للسنجل سيشن جوه 256 كيلو بت بير سكند. او اقول بقى عايز اقول مثلا اي زون فبقول كلمه ديفولت. طب بعد كده بقول باندويث توتال ده الماكسيمم باندويث للترافيك داخل الزون الواحد. ممكن احدد برضو زون بعينه او اقول عامه بقى ديفولت 1 ميجا. يبقى الامر الاخير ده معناه ان الماكسيمم باندويث المتاح للترافيك داخل الزون الواحد بيكون 1 ميجا. يبقى انا كده قدرت اعمل اللي هي الكول ادمشن كنترول. اخر حاجه ان شاء الله في الحلقه النهارده بقى ازاي بستخدم الاوامر الشو عشان عمليه الترابل شوتينج والفيريفيكيشن بقى. فعندي في امر مهم لو شو جيت كيبر ستيتس، فبالان الجيت كيبر ده بيكون اب، ديت اسامي الزون عندي لا زون واحد وزون اتنين اللي هو الجيت كيبر بيعمل عليها كنترول. الامر الثاني شو جيت كيبر كولز، ديت بقدر اشوف المكالمات اللي بتحدث الان ما بين مثلا الاي بي ادريس ده وده السورس مثلا وده الديستنيشن، بقدر اعرف البورت نمبر، الباندويث المستخدم، كل الحاجات دي بقدر اعرفها ايه من الامر ده. الامر الاخير شو جيت كيبر اند بوينت، ده بقدر اعرف الاند بوينت اللي قدرت تعمل ريجستريشن مع الجيت كيبر. فاحنا عددهم شايف ان هم عددهم 2 في اللي هم الاي بي بتاعهم ده وده هوت، في 2 جيت كيبر 2 جيت واي مسجلين مع الجيت كيبر هم وتابعين لزون واحد وده تابع لزون 2. بكده الحمد لله وصلنا لنهايه الحلقه. تابعوا حلقاتنا على اليوتيوب محمد سعيد عفيفي وعلى البيج بتاعتنا فويب لافرز وعلى الجروب فويس لافر وعلى تويتر فويب لافرز. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.